اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده سمك، خليها سمك النهارده. معانا البلطي من خير مزارعنا، الثلاثه في الكيلو والاربعه في الكيلو، مش هو ده الموضوع. ازاي اعمل السمك البلطي بطريقه جديده سنجاري؟ هنشوف نعمله مع بعض ازاي ونتلاشى الزفاره وتكليف البيت، وانصحك اكله السمك تعملها في البيت بدون زفاره. معانا سمك بلطي في المقادير او الماتيريال بتاعنا والمشتريات بتاعتنا. اعتقد ان السمكه وزنها ب 600 جرام ومعانا واحده 500 جرام، يعني احجام كبيره. يفضل السنجاري احجام السمك تكون كبيره، ولما نجيب البلطي كمان نعمله مخلي او ناخد الفيليه بتاعه تكون احجامه كبيره. انا بفضل المالي يكون صغير والمشوي يكون صغير، اما هنشغله حاجه غير مشوي ومالي احجامه تكون 500 جرام فيما فوق. معانا كاليماري النهارده هنعمله طاجن، هنشوف نعمله طاجن النهارده ازاي، فاهيتا على طريقه الخاصه اللي تعجبكم، ونتلاشى مشاكل عمليه الكاليماري يشد معاك زي الاستيك وما تقدريش انك انت تاكليه ويقعد يمضغ كتير في بقنا بدون ما يتهضم، فازاي اقطم الكاليماري ده كانه فستق حلبي او السبيط. معانا مانجا النهارده، والمانجا في الموسم السنه دي جميله جدا ومتفوقه على كل الفواكه، وخاصه بتاعه خير ارضنا بنصدرها للدنيا كلها. هعملها النهارده ايس كريم بطعم الليمون، هحول المانجا وطعم المانجا لطعم الليمون ايس كريم. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. مش عايز اطول حضراتكم لان النهارده في شغل كتير بجد، وفي فكره طهويه بسيطه بماتيريال او بمقادير او بفلوس قليله جدا تقدر تخش المطبخ تعملي اللي نفسك فيه. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بيه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. معانا سمكة البلطي من خير مزارعنا، بيبان طيبة الأرض وطعم الأرض المصرية في لون السمكة، سبحان الله. مزارع البلطي عندنا ومزارع البوري بنصدره لكل الدنيا، السمكة لونها واخدة اللون الفسفوري على اللون البرونزي الجميل، عين السمكة متدلعة. ولكن إزاي أعمله من غير ما يكون في زفارة سنجاري؟ السمكة بتتفتح من ظهرها مش من بطنها بالشكل ده كده. معانا المخرج الجميل الشاطر والاساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري. السمك يتفتح طبعا من ظهره، وانا بوفر على حضراتكم الوقت ده لان عارف انك انت شاطره، ممكن توصل راجل السماك هيغسله يشيل لك الصدف بتاعه، يمسك السمكه تتفتح من ظهرها تبان شكلها حلو كده، بتعرفي السمكه ان هي نظيفه والمزارع بتاعتها نظيفه والرعيه بتاعتها نظيفه من لون اللحم بتاعها زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده كده. ولازم السمكه تكون رايقه وفايقه. هخلي السمك ده قدام عينيا كده واعمل له تتبيله دلوقتي لطيفه جميله واشمعه. ايه مصطلح تشميع السمكه السنجاري قبل ما نحط عليها الخضره؟ هنشوف مع بعض دلوقتي حالا. بجيب بوله ازاز او اي طبق عندك، مالكيش دعوه بالمصطلحات اللي بقولها دي، ده شغل الهوا. يعني طبعا لازم اطلع ببوله ازاز، والطبقات اللي حطيتهم في طبق او في كاسرولة او في طبق فخار محدش هيقول لك لا، المطبخ كنت حره فيه، مملكتك كنت حره فيه. تعالوا نعمل التتبيله الحلوه مع بعض. ثوم طازه باطراف اصابع ايدي كده، شويه شبت. معلش انا بطلع بالخضار متقطع، اذا كان بصل متقطع اذا كان ثوم مفروم، اختصارا لوقت البرنامج بتاعنا. وقت البرنامج بتاعنا لا يتعدى ال 45 دقيقه صافي،
فانا لازم بقدر الامكان انجز فيهم واطلع منتج جيد جدا عينك تشوفيه. فاذا كنت بطلع بالخضار متقطع والتفاصيل دي كلها احنا عديناها ومعدينا مراحلها من زمان، دي الف باء مطبخ. احنا مع بعض دلوقتي وصلنا للعالميه مع بعض، لان في عشره بيننا وفي حب بيننا. فان انا اقطع بالخضار متقطع كده والثوم والحاجات دي كلها، ده عادي بالنسبه للشيف المغازي. حلو الكلام. لما اقول باطراف اصابع ايدي باخد شويه شبت، يعني عود شبت، ما كترش اكتر من كده عشان الموضوع الطعم ما يطلعش مني. حلو الكلام. مع الثوم بالشكل ده كده. حلو الكلام. حلو الكلام. هنحط زيت زيتون والبهارات بتاعتي، كمون وكزبره والسمكه طالما هي لونها حلو بالشكل ده كده، ما كترش توابل كتيره عشان انا مش بعمل شاورما. طعم الشاورما دايما بتلاقيه طعم التوابل ظاهر كتير. احنا بنعمل سمك هنا. نصيحتي ليكي في اكله سمك حلوه بتعمليها، ما تكتريش التوابل في السمك علشان تعرفي نوع السمك. حلوه دي جت معايا ازاي امبارح، زي مثلا سداسي التكوين شفناها امبارح معايا استاذ رحاب، سداسي التكوين المكرونه. حلو. النهارده ما نكترش بهارات السمك عشان نعرف نوعيه السمك. كل ما تكتري البهارات كل طعم السمك هيهرب منك. حلو الكلام. بهاراتنا معروفه، كمون، كزبره، بابريكا، شويه ملح، شويه فلفل، كل دول مع بعض مع عصره ليمون. مع عصره ليمون. حلو الكلام. هنقلب التتبيله الحلوه دي يا عم الشيف. دي معلقه نشا صغيره، شفت؟ بص هي دي اهي هي دي على الخلطه دي. دي التركيه بتاعه المغازي، شفت معلقه النشا الصغيره دي؟ بس خلاص هنقلب الخليط ده كله مع بعضه. بقى عندنا شكل كريمي كده حلو. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ ثوم، سنه شبت صغيره يعني عود شبت متقطع مفروم ناعم، زيت زيتون، ملح وفلفل، كمون، كزبره، بابريكا اختياري، دي انا بحبها دايما في الاكل بتاعي. حلو الكلام. ممكن تحط شمر ناعم، الشمر مطلوب في المقلي بالذات، اما في السنجاري مش مطلوب قوي لان الريحه بتاعته، ده لازم يتاكل كريسبي مع الخلطه او التوبنج بتاعه. ده الشمر. الشمر ايه هو يا عم الشيف؟ بذور الشبت المفرومه ناعمه. حلو. كل ده مع بعضه مع عصره ليمون، وقلبتهم بالشكل ده كده. حلو الكلام. حلو الكلام. هنمسك السمكه دي بايدي كده واجي هنا واخد الخلطه دي كده وادلعها. لحم السمكه كده اهو. حلو. وارصها في الصينيه. الله عليك يا عم الشيف. كمان واحده مع بعض اهو. تتبيله زي دي كده اهو، في بطن السمكه، في راس السمكه، في ظهر السمكه، ديل السمكه، سلسله السمكه. التتبيله دي لازم تخش كل حته في السمكه. حلو الكلام. واحطها كده نفس القصه. ويفضل انك تشتري السمك الكبير 500 جرام فيما فوق عشان تلاقي في السمكه لحم. السمكة تتفتح من ظهرها مش من بطنها. حلو يا عم الشيف. واحطها هنا كده. حلو. واحدة كمان اهي، شوية الخلطة دول كده زي ما انا شغال كده. اسمه تشميع السمكة. شمعها وادخلها الفرن دلوقتي في درجة حرارة 180، والصينية دي لها مكان في الفرن. حلو. مكانها دي كده. حلوة. تمام يا عم الشيف. زي ما هما كده هناخدهم ندخلهم الفرن. هو ده السنجاري؟ لا، ده لسه الموضوع له حكاية. شبكة الفرن فوق بالشكل ده كده. باخد السمك وتكون درجة حرارة الفرن عالية جدا. أشمع السمك. لازم الخلطة دي تمسك في جلد السمكة وتشمع جوه السمكة، وأشم ريحة الشماخة بتاعت البهارات مع لحم السمكة. هي دي الفكرة كلها. يلا بينا ندخلها الفرن مع بعض. يلا بينا. زي الفل. مكانها هنا
في الشكل ده كده، عينيا الاثنين. الله، يلا بينا. حلوه، نبص عليها بصه نظره الوداع. سمك من خير مزارعنا اتفتح من ظهره، خد تتبيله، خبره طهويه، فن طهوي. حلو الكلام. هناخد بعضينا ونطلع فاصل، ومعانا السمك من الفرن بخبره التصوير وفرسان التلفزيون المصري. هنرجع نعمل الكشنه، الخلطه، الحشوه بتاعه السنجاري مع بعض، بتاعه المغازي المختلفه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. هنعمل الخلطة أو الكشنة أو التتبيلة أو الحشوة بتاعة السنجاري، بتختلف من مطعم لمطعم ومن بيت لبيت ومن ست طيبة لست طيبة. يعني بعد بيحطها ني في ني، وأنا ضد الفكرة دي. الخلطة لازم البصل يستوي على النار قبل ما نحط جوه السمكة، عشان ما نشمش ريحة البصل اللي مش لطيفة وأنا باكل السمكة، تغطي على ريحة السمك. خلي بالك من المدرسة المغازية دي. هاخد البصل بتاعنا الجميل الحلو ده كده، ونقطعه مع بعض شرايح بالسكينة كده. معانا طاسة شديدة الحرارة، الطاسة دي بتسخن جامد، عشان هعمل تركاية دلوقتي. أكرمل البصل قبل المادة الدهنية اللي هي الزبدة والزيت. يعني ايه تكرمل البصل؟ نعمين عايزها. عايز أكرمل البصل ده، يعني ايه يا عم الشيف؟ اخده كانه مشوي، فلازم الطاسه تسخن على النار جدا، وانزل بالبصل ده من غير اي ماده دهنيه، واقلبه شويه. يوم يحصل تعارف ما بين درجه الحراره بتاعه الطاسه والسكريات والكرمله بتاعه البصل، تديني ريحه طيبه كانك بتشوي بصل. جرب اللي انا بقوله ده كده، لان التجارب دي والخبرة دي مش من فراغ. خلي بالك، شوية بصل حلوين كده، وازاي اخليهم ياخدوا طعم السمك؟ هنشوف الكلام ده مع بعض في التفاصيل. هناخد البصل ده كده بعد التقطيع الحلوة دي كده، خلي بالك من ايدك، وهننزل بيه في قلب الطاسة من غير اي مادة دهنية. طاسه، بص، جيب لي الطاسه بالله عليك، ما فيهاش حاجه. يلا. فيهاش لا زيت ولا زبده ولا سمنه، اصلا احنا ممنوع استخدام السمنه في السمك. يا اما زيت يا اما زبده. وانزل بالبصل كده من غير اي حاجه خالص. هنشم ريحه لطيفه جدا دلوقتي. حلو، واقلب البصل ده كده من غير اي حاجه خالص. اللي انا بقوله ده انت ممكن ما تقتنعيش فيه، ما عندكيش الجرأة في انك تحط بصل على النار في طاسة شديدة الحرارة من غير زيت او من غير سمنة. لا، جربي اللي انا بقوله ده كده، وفي الاخر هتشوف حاجة حلوة. وهغطيها كمان للأسف. يلا، كبرت في راس، هغطيها بالشكل ده كده. الطاسة على النار، ما حطيتش فيها لا زيت ولا زبدة ولا سمنة. التركاية اللي انا عايز اوصلها للسادة المشاهدين، ازاي اخد طعم البصل المشوي من غير لا زبده ولا زيت ولا سمنه في طاسه شديده الحراره. حطيت روزماري ونعناع. ليه الروزماري والنعناع يا عم الشيف؟ عشان الناس الكارهه لريحه السمك، بس الريحه بتاع ريحه البصل، ريحه البصل هنا من غير ثوم. هنسيبه زي ما هو كده ونغطي الحله بتاعتنا. ما حطيتش لا زبده ولا زيت ولا سمنه. وخلي قلبك قوي كده وعندك ثقه في عملك وفي شغلك، لان معاك الشيف المغازي سند ليكي في المطبخ. حلو، بدأت البصل لونها يتغير، بدأت السوائل بتاعتها تنزل، بدأ الروزماري ياخد من طعم البصلة، والبصلة تاخد من طعم الروزماري، والنعناع بتاعنا الجميل الحلو هغطيها. حلو، معانا طماطم
نعم يا غالي، والله انت ابن حلال. بيقول لي الكسرولة دي والبولة اللي كنت عامل فيها تتبيلة السمك، انت عايزها؟ ما تشيلها يا شيف، ده دي بقى انا محافظ عليها، خلوا بالكم مطلوبة عشان عايزها ضروري. ليه يا عم الشيف؟ عشان هاخد الطماطم دي بعد ما اقطعها هسقطها فيها، لان مكانها توابل، والسمك عندي بيتشمع في الفرن، والبصلاية هنا بتتكرمل مع نعناع وروزماري. قطعت الطماطم بالشكل ده كده حلو. ناخد الطماطم ده بعد التقطيع الحلوه دي كده، بنسقطها هنا مكان تتبيله السمك. الله عليك، واحده واحده مع بعض كده واحنا شغالين. معايا شويه كرفس بنزل بوم هنا كده، معايا شويه ثوم بنزل بوم هنا كده، معانا مكعبين من الزبده بننزل بوم هنا كده. شوف بقى الشغل ده، هو ده الجو بتاعك. حطيت ايه هنا يا عم الشيف؟ حطيت كرفس، حطيت طماطم، حطيت ثوم، حطيت ملح، شويه البهارات بتوعنا، كمون، كزبره، نفس التوابل اللي انا حطيتها على السمكه، كمون اساسي، كزبره ناشفه، والملح والفلفل، مش هحط توابل تانية. والبصلايه بتتكرمل على النار، اخد التوابل دي كده مع الخلطه دي كده واقلب كده. زبده، طماطم، كرفس، ثوم، ملح، فلفل، كمون، كزبره. دي بقت سلطه، من غير الزبده بقت سلطه، بس انا حاطط الزبده لهدف، لغرض نقلب البصلايه. ايه الاخبار؟ ما اتحرقتش يعني يا شفيق زي ما قلت. هناخد الروزماري طلعه من هنا نحطه هنا، نعناع الاخضر نحطه هنا في الميه وانا شغاله. دي العالميه. وميه بتغلى على النار. ايه الاخبار؟ زي الفل. بص على البصله بالله عليك، عشان موضوع البصله دي، عشان نوصل للمرحله دي من الابداع، دي سنين خبره، لا زيت ولا زبده، والاساتذه المصورين حبايبي شاهدين على كده. البصلايه اتفلفلت، اتكرملت، اتحمرت. شفت الحلاوه؟ شفت الروقان؟ هو ده. حلو، نعمل ايه يا عم الشيف؟ ننزل بالخلطه دي. الله، حلو قوي. ونقلب الخليط ده كله مع بعضه. حلو، نشوف الاخبار. هو ده. ايه السنجاري الجميل الحلو ده يا شيف؟ تسلم ايدك يا طيب، ده انت تاكلها كده نيه زمان من غير اي حاجه خالص. انسى انك تشم ريحه بصل في قلب السمكه، تبقى السمكه غاليه، سعرها غالي. حلو الكلام. وفي الاخر ندخلها الفرن، او نيجي في طريقه التسويه بتاعتها، نبقوا شامين ريحه بصل واحنا قاعدين بناكل السمكايه، اذا كانت بولتي ولا سنجاري ولا قاروص ولا امور. البصل جت ريحته منين؟ قله خبره، عدم اهتمام. شفت ده مهم جدا على فكره، يعني تهتم بالبصله اللي هي اقل حاجه سعرا واقل حاجه تكلفه، رفعت لك من شان الاكله اللي بتعمليها ومن روح الاكله اللي بتعمليها. شفت الجو ده؟ زي الفل، زي ما انا بقلب كده زي الفل. باخد شقشاء ميه من اللي عندي ده كده. نعم يا غالي، طبعا الروزماري والنعناع لما حطيته في الميه غير لونها. دي اللي اسمها الكشنه او الخلطه او التوبنج او الحشوه، مسميات كده، مصطلحات طهويه ملناش دعوه بيها. كشنه دي هتتحط في قلب السمكه. بوري شغاله، بولتي شغاله، قاروص شغاله، صينيه سمك شغاله، هنعمل طاجن كاليماري ممكن ناخد منها شوي. دي بتاعت السمك. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ والله اللي انا بقوله ده اللي هو الحصاد الانسان، عشان لما الشيف المغازي بعد عمر طويل يبقى حط اسس للمطبخ وفكر طهوي كبير يدرس. بصلايه في حله على النار من غير لا زبده ولا زيت ولا سمنه
خدت اللون الكهرمانة وخدت طعم السمك وكرملة السمك وريحة البصلاية، ومفيش هنا الريحة اللي هي مش ظريفة بتاعة البصل، وحضراتكم عارفينها مصطلحات مالناش دعوة بيها. أهم حاجة إن أنا دلوقتي واقف قدام الكاسرولة أو الطاسة فيها بصل وفيها كشنة أو خلطة أو حشوة لطيفة وجميلة، أسيبها تاخد غلوة على النار وناخد بعضينا ونفتح الفرن ونشوف أخبار السمك إيه، لأن دي لازم تغلى على النار شوية. حلو الكلام؟ آه. بالله عليك خش براحتك بقى الفرن وأنت مطمئن. آه. ونطلعها من الفرن مع بعض. يلا بينا. تفاصيل، ايه الحلاوه ده؟ هطلع لك دلوقتي حاجه صوره تدلعها اخر دلع وانا معاك اهو. حلو، هناخد السمن الصينيه اللي في الفرن نطلعها ونبدا نرسم لوحه فنيه، ده مطلوب. حلو الكلام، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه دي هتتحط على السمك دلوقتي، بس مش دلوقتي. يا حبيبي طلع السمك بتاعنا، بص على الدلع ده كده. الله، يلا بينا. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنوزع الخلطه دي، بس اشوفها تاخد غلوه كده، هسيبها انا دي ما ينفعش تحطها غير لما تاخد غلوه. هناخد الليمون ده كده نقطعه، معانا الخلطة الحلوة دي كده، نبص عليها. يلا بينا، يلا بينا في قلب السمكة، نبدأ من عند الرأس. حلو، نفس الطريقة كده، نفس الطريقة كده، نفس الطريقة كده. هتاكل الصوص او الكشنه او الخلطه دي وتسيب السمك بالشكل ده كده، واخد شويه بهريز من دول كده انزل بيهم على لحم السمكه. شفت الافتكاسه دي؟ شم انت بقى ريحه البصلايه الحلوه في شويه الصوص اللي نازلين دول كده، اللي هي ايه؟ كرملت البصله من غير لا زبده ولا سمنه ولا زبده، حلوه زي الفل. درجة حرارة الفرن ما زالت مستمرة. أخد الليمون الحلو ده كده، الله الله عليك. إزاي تعملي أكلة سمك في البيت من إيدك الحلوة لأولادك لأسرتك؟ ضمنت غسيل الخضار، ضمنت نظافة الحاجة، أدخلها الفرن ولا أسيبها تتفرج عليها؟ بالله عليك آمر. حلو، أروح ليمين، قول لي أدخلها الفرن يا مخرجنا حبيبي؟ حبيبي إيه؟ قول لي بس دخلها عينيا، أنا مستنيك تقول لي والله. ها؟ طب شفت إزاي أنا عارف إنك أنت عايز تقول حاجة؟ خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير. مخرجنا الجميل بيحب الصوره الحلوه لان هو عينه كده تشوف الحاجه الحلوه. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هندخل دي الفرن علشان المفروض تخش الفرن لمده 20 دقيقه يحصل انسجام وتعارف ما بين الكشنه او الخلطه او التوبنج او الحشوه اللي انا عملتها بتكنيك طهوي وحطيتها على السمك بعد التشميع. اوعى تروح بعيد، تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لطاجن كاليماري، ونجاوب على أسئلة كتير على السوشيال ميديا موجودة على الصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي. يا شيف مغازي، الكاليماري بيشد مني ما بيستويش، السبيت بيشد مني ما بيستويش، السبيت والكاليماري ولاد عم الاتنين، الاختلاف في الشكل، ده طولي وده شكل مستطيل، التانية بيبقى الاتنين طبعا شكل أبيض، لون أبيض، الطعم واحد. لو أنت مش بتحب السمك وعندك خلفية عن السمك وأنت بتاكلي مش هتعرفي لا ده كاليماري ولا ده صبيت، إلا لما تشوفيه حلقات هتعرفي إنه كاليماري. كاليماري هنعملها طاجن النهاردة مع بعض، ودي فصيلة الأخطبوط أو فصيلة الرخويات اللي في البحر إحنا عارفينها. المقادير على الشاشة: كاليماريا وفلفلة ملونة، بصل، ثوم، شبت، كزبرة، هريسة حلوة، شوية ملح، شوية حب. تعالوا نعمل طاجن كاليماري نقدمه لحضراتكم دلوقتي في عجالة. طاسة على النار شديدة الحرارة، ومعايا شوية خلطة من تتبيلة السمك البلط، عايزهم دول. حلو الكلام؟ تعالوا ناخد الكاليماري نقطعه بالشكل ده كده. حبة تقطعيه حلقات، أهلا وسهلا. تقطعيه شرايح، أهلا وسهلا. ايه التركية بتاعتك يا شيف مغازي ان الكاليماري ما تشدش مني وتستوي بسرعة اسرع من عمال الشاي، واخليها تستوي قبل الخضار؟ الصدمة النارية، جات له صدمة ومات، كان راجل طيب، ليه؟ فجأة القلب وقف. نفس القصة هنستخدمها ونتبعها مع الكاليماري او السبيط. ليه بقى؟ ده فيه روح، الروح بتاعته لا ترى طبعا، روح الكاليماريا في الأنسجة بتاعت الكاليماري أو السبيط، عايز أنا أفتتها من بعضيها. أقوم إن أنا عرضتها في طاسة على النار شديدة الحرارة من غير خضار، من غير تتبيلة، بزيت وبس. بمجرد ما أحطها على النار في الزيت وبس هتتفتت الأنسجة بتاعتها وتتقطع من بعضيها جواها، تيجي تاكلي منها تقطم معاكي ما تشدش معاكي. خدي الكاليماري أو السبيط ده نزليه مع خضار ونزليه مع تتبيلة هيتسلق. كل ما يتسلي وكل ما يتحط على النار كل ما يشد في نفسه تاني، وتشديها تلاقيها بتشد معاك، مع انها قعدت على النار ساعتين. تقولي هي لحمه جملي ولا كاليماري؟ ادي الكاليماري بالشكل ده كده اهو. بص مخرجنا، بص على الحلاوه، بص على الجمال. ده كاليماري حلو قوي زي ما هو كده في قلب الطاسه، مش هحط عليه حاجه خالص غير زيت. بسم الله الرحمن الرحيم، شوية زيت واسيبهم كمان يسخنوا جامد جدا. اوعى تحط لا بصل ولا أي حاجة، أنا مش هحمره يا مشافيه. حلو والله، فتحت حديث في موضوع تاني بس مش عايز أتكلم فيه يعني. موضوع الدقيق ده حلو أوي. لما أجي للكاليماري أو السبيط إيه اللي بيحصل؟ في حاجة اسمها تشميعة. أشمع الكاليماري أو السبيط قبل المرحلة الأخيرة من السوى، اللي هو يبقى معايا بالشكل ده كده، وأحط عليه التتبيلة بتاعته، أي حاجة أحطها في التوابل ما عدا زيت. المقليات من السمك أو السي فود ما تاخدش في التتبيلة لا زيت ولا زبدة، أي مقليات عموما يعني. اكتبيها على باب التلاجة، ممنوع منعا باتا إضافة أي مادة دهنية لأي حاجة هتحمريها في الزيت، كريسبي أو بانيه أو مقلية، عشان التوبنج أو الخلطة ما تسيبش من الكفر بتاعها. طيب احطها في الدقيق امتى؟ بعد ما بتبلها بحطها في الدقيق واسيبها لمده 10 دقائق. ايه اللي بيحصل هنا؟ اللحم بتاع الكاليماري او السبيط بيتكفور او بيتغلف من الدقيق والخلطه. بعد كده انزله وانفضه كويس وانسمه بميه ساقعه وادخله في الزيت يتقلي في زيت قلايه لمده 10 دقائق، يتشمع واشيله من الزيت واركنه على جنب لغايه لما يبرد. هنا الزيت بيسخن، هي دي الصدمه الثانيه بقى. هنا الكاليماري حي بس ما انت شايفاه، هنا الصبيت حي بس ما انتش شايفاه، مع انك تبلتيه وحمرتيه، تيجي تشد تشد معاكي. الصدمه الاخيره بقى ينزل في زيت شديد الحراره، تلاقيه كرمش معاكي وقرمش معاكي وبقى كريسبي معاكي وتاكليه اخر حلاوه. الخبره الطهويه دي بشربها لحضراتكم، بديها لكم دون النظير لاي غرض ما، ولكن دي خبره طهويه عريضه وكبيره وخبره سنين بقدمها لحضراتكم عشان تحبوا الشيف المغازي. الزيت في قلب الطاسه على النار بيسخن واشم ريحته كمان. هاخد الكاليماري بالشكل ده كده اهو. يلا بينا يلا بينا يلا بينا، هو ده اهو اهو اهو، العب. هو ده استوى بجد يا شيف، والله استوى تقليبه والتانيه استوى. نخلي دينا مكانها.
صدمة نارية واسيبه على النار، ما غطيهوش، اوعي تغطيه كأنك ما عملتيش اي حاجة، انا عايز البخار ده يطلع، واسيبه على النار واشوف اللي بعده. اخد بعضي واقطع شوية الخضار دول كده واحنا مع بعض، بصلة، طاجن كاليماري بقى، تحط له بصل، تحط له طماطم، ده طاجن غير الفاهيتا. حلو الكلام، عشان كده انا محتفظ بشويه خضره من بتاعه الايه البلطي. معانا فلفل الوان نقطعه برده كده بالشكل ده كده، الله، اخد الخضار ده كده بعد التقطيعه دي، حابب الفلفل الحار ازود لك فلفل حار، عينيا يا غالي فلفل حار. الخضره اللطيفه الحلوه دي كده زي ما هي كده، بناخدها عليها شويه كرفس، عليها شويه شبت، عليها شويه ثوم، واحطها على البصله. الله، طاجن فيه كل التفاصيل، قيمه غذائيه عاليه جدا. وامسك الخضار بالشكل ده كده اقلبه مع بعض. حلو، اخبار الكاليماري ايه؟ نبص عليه مع بعض، نبص عليه مع بعض. حلوه زي الفل، الكاليماري عندنا استوى على فكره، بجد يا شيف استوى. اهم حاجه مفيش توابل هنا خالص، يقول لك عطشان يا سمراني اسقيني محبه، مش حط اي حاجه خالص. كل اللي انا هعمله دلوقتي استنى عليه كمان شويه عند الخلطه اللطيفه دي، بنزل بقى هنا، فاكرينها دي بتاعت السمك اهي، الله، دي مهمه دي ما تتسابش دي. واخد الخضره دي واقلبه هنا، اتعامل بقى انا هنا ايه، بقلبه كله مع بعض. اللهم صل على النبي. نعم يا غالي، بنفس الطريقه بيسالني بيقول لي الصبيت اتعمل، هي نفس المدرسه، ده حلقات، التاني بيتقطع شرايح فينجر اصابع. حلو، اسيبه على النار هنا نغطيه عادي بقى مع نفسنا، مفيش اي مشكله. حلو الكلام، في الغطا كده ونسيبه على النار. حلو قوي، نروق الدنيا دي كده، خلاص خلصنا شغلنا، عشان عندنا ايس كريم مانجا بالليمون، عايزين نشوف هنعمله. نعم، هطلع لك السمك دلوقتي، حاضر عينيا، بس خلينا نروق الدنيا علشان نفسنا تتفتح للاكل. تعملي اكل السمك، انا معاك، المطبخ هيكركب منك شويه، بس خلاص احنا عدينا المرحله دي، احنا بنتابع الشيف المغازي ازاي اعمل اكل السمك ويبقى مطبخي رايق. هشيل كل حاجه انا مش عايزها عشان الصوره الحلوه، وتعالوا نعمل مع بعض الايس كريم بطعم الليمون والمانجا. وفكره ان انا احط ليمون على المانجا دي مدرسه، المقادير على الشاشه، مانجا مخليه، بشره ليمون وعصير ليمون، شويه فانيليا، كريم شانتيه، مقادير على الشاشه، الصورة الحلوة مع حضراتكم. تاني، مانجا مخلية أو تقطعها مكعبات زي ما أنت حابة. حلو الكلام؟ معانا كريم شانتيه اتحط في الديب فريزر. معانا بشرة ليمون حلوة. سكينة تغيريها. بلانشة تغيريها. إيدك تغسليها. جلافظاتك تغيريها، كل ده اللي بقوله ده مطلوب. خلي بالك عشان هنا الكريم شانتيه والمانجا بتلقط على بعد. خلي بالك انا شغال في سمك. وعايز اعمل ايس كريم مش بطعم السمك. طعم الفانيليا. حلو؟ حاضر يا غالي. معرفش انت مركز معايا ليه في الفرن. طلعها لك دلوقتي واحطها قدام عينيك تتغزل فيها لغايه لما تقول خلاص. يلا ده مكانها. بسم الله الرحمن الرحيم.
اطلع يا سمك. الله، بص عليها بصة كده حابب. اهي. لا بس بالله عليك، اللي انا عامله دلوقتي ده مش موجود في المقرر ولا موجود في جوجل. اللي انا بعمله ده جنان. نقف وقفة هنا، لو عندك شوية رز صيادية البهريز ده يعلم من الرز الصيادية، رز بالسي فود البهريز ده يعلم من الرز بالسي فود، صينية سمك بالبطاطس البهريز ده يعلم من صينية سمك بالبطاطس. اوعي تفرطي فيهم. هننزلهم كده على الطاجن الكاليماري. يا دلعك يا شيف، يا شقاوتك يا شيف، واسيبها لغايه لما تصفي اللي عندها. معايا يا زيزو؟ مش عايز انا ده، استفيد بيه. اهو حاضر، اهو اهو حاضر اهو. ادي السمك هنحطها هنا كده اهو. الف انا وشيفة للي ياكل. تمام، تعال نشوف اللي بعده. حط دول هنا كده الشكل مطلوب. مخرجنا بيقول لي عايزك تجرنش الصينيه. السنجاري بيتقدم في الصينيه بتاعته او في الكسرولة بتاعته او في السرفيس بتاعه. حلو، حابب انت الحاجات دي، انا عارف الاشكال دي علشان الصوره الحلوه للساده المشاهدين حبايب. الف انا وشفا. اخبار الطاجن ايه؟ نبص عليه. الله، قال في حاجه بقى اقول لحضراتكم عليها دلوقتي. البهريز بتاع الكاليماري والخضار عايزه يتغلف الخضار ويغلف الكاليماري، اعمل ايه؟ التركايه دي مطلوبه. بجيب كسروله كده. يا ويلي يا ويلي لما المغازي يشتغل بمزاج ومعلقتين من النشا مع قليل من الماء، حبه كريمه لباني. حطي اهلا وسهلا، بس بصراحه الكريمه اللباني مش بحبها في الطواجن عشان بيهرب الطعم مني، بيروح على طعم الكريمه اللباني. زي الفل. هاخد النشا ده كده واقلبه منها كده. ركزي معايا في الموضوع، سامعين الصوت ده؟ ينزل هنا كده. يلا بينا يلا بينا. بس ونسيبها، مش هنسمع صوت دلوقتي. سيبها زي ما هي كده، هي دي الشقاوة بقى، زي ما هي. بعد شوية بعد شوية. الله عليك، ونقلب كده. لا، النشا مع الميه اللي انا حطيتهم دولت عشان استفيد بالبهريز ده كده. بشوف القوام تقل ازاي. حله جوه حله. بص القوام. خلاص ده حكايه. شفت القوام بقى؟ الله. عندك مكرونه سباكيتي سلويه وحطيها بقت مكرونه بالكاليماري. عندك مكرونه بينا شويه بشاميل بقى طاجن مكرونه بالبشاميل مع الكاليماري. عندك شويه فريك حلوين يبقى طاجن الفريك بالكاليماري. عندك شويه رز حلوين مسلوين قبل كده يبقى فرايد رايز بالكاليماري. مدرسه بقى. فين البهريز؟ فين السوائل بتاعت الكاليماري؟ راحت مطرح ما راحت. نغرف الطاجن ده كده. يلا بينا. الله، الطعم شقاوه. بسم الله، يلا بينا. شوف الحلاوه. ألف أنا وشفا للي ياكل. طاجن الكاليماري بخبرة طهوية فائقة المستوى. عينيا. نحط ده كده هنا. حلو كده؟ تمام. عايز أعمل آيس كريم في عجلة، هو معمول جاهز يعني. أنا التركية بس هضيف الكاليماريا، هضيف سوري المانجا. الكاليماريا خطفه العين، خلي بالكم.
تعالوا مع بعض بسرعه كده، بس اسمحوا لي اغير الجلافز ده تاني معلش عشان المصداقيه والشفافيه، ده شعارنا على شاشه التلفزيون المصري والقناه الاولى. شيف المغازي بيقول نغير الجلافزات ونغير السكينه ونغير البلانشه، والراجل الطيب ده اشتغل في الكاليماري بيضحك علينا ولا ايه؟ لا يا فندم. بسرعه كده، معايا مانجا، معايا ليمون مبشور، عصير ليمون، شويه فانيليا وكريم شانتيه جاهز. نعمله مع بعض ازاي حالا؟ كسرولة زي دي كده نحطها هنا. حبيبتي تعالي، هو انت دي بتاعت الايس كريمات والحاجات. لاحظوا، تلاحظوا ان هي نظيفه ما فيهاش لا بصل ولا توم ولا اثار لاي حاجه خالص. حلو الكلام. هنحط الكريم شانتيه هنا. حاضر يا فندم والله اجري. طب اخلص بس ده وعلى طول هننزل بالكريم شانتيه. بيقولي لازم تخلص. طب نسأل الجمهور كده، نخلص ولا نكمل زي ما انتوا عايزين؟ انا معاك اهو والله، كله هيقول لك كمل يا شيف. حلو. طيب الايس كريم انتوا عارفين افكاره طبعا يا فندم، يعني المانجا هتتحط مع الكريم شانتيه مع بشره الليمون مع الفانيليا، هنقلبه كله مع بعض. بس ايه التركايه هنا؟ انا عملت الايس كريم مانجا ده قبل كده، التركايه ان انا باخد بشره الليمون بنزل بقى كده على الكريم شانتيه، راح في حته تانية مع شويه الفانيليا واقلبهم مع بعض. عايزه تحطي كيوي يبقى ايس كريم الكيوي بالليمون، عايزه تحطي جوافه يبقى ايس كريم الجوافه بالليمون، عايزه تحطي مانجا يبقى ايس كريم المانجا بالليمون. هي دي الفكره كلها، ان انا خدت بشره ليمون اخضر لطيف زي ده كده مع شويه فانيليا، حطيتهم على الكريم شانتيه وقلبته كده. حلقتنا خلصت مع اكله سمك فيها خبره طهويه، فيها طعم تاني، طاجن كاليماري، وشفنا السمك البلطي من خير مزارعنا الاحجام الكبيره عملناه صينيه ازاي بخلطه شقيه لطيفه وجميله. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.